بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم رجعت لكم بلعبة جديدة، أو مش بلعبة، يعني هو اختبار ذكاء يوجد على تطبيقات الأندرويد والآيفون. اسم التطبيق شعلة، فما أنا صراحة ترويج أو شيء لهذا التطبيق، لذلك ما راح أحط لكم الرابط تبعه، فتشوا عليه لحالكم عشان لا حد يفكرني عم روج للعبة. أنا عم نزل هذا الشيء بس لأني بحب هذا الشيء. وخلينا حاليا نشوف عندنا هون حفظ معلومات مهمة، إيش يعني الفكرة اللي منها؟ تقوية مهارات التركيز، حساب الأرقام والمعادلات. أوكي، أنا بدي إياهم كلهم. كيف بدي اسوي اللي بدي اخذهم كلهم؟ الجنس خلينا نحط ذكر، العمر خلينا نحط 20، البريد الالكتروني كاتبين اختياري ما راح احط بريد الكتروني، جري اعداد برنامجك العقلي. ابدا بالبرنامج، طيب انا ما جربته ولا مره، انا ما ادري ايش بصير. لا اطلع لبرا من هون، ما بدنا هذا، العب الان. حلو، هلا حاليا راح تذكر هذا الشكل الاخضر، هل هذا الشكل مثل الشكل السابق؟ نعم. لا. نعم. لا. 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 نعم 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 بس هيك اللعبة؟ اوكي، لقد اتممت اللعبة، فهمت الفكرة من اللعبة يا جماعة. في العاب عدة طبعا، هي اول لعبة من الالعاب. اوكي، الشكل كان مثلث اخضر بعدين اصفر، طبعا هذا مثلا بيعطيكم شكل هون هو ازرق، بقول لك كان مثل الشكل اللي قبل، الشكل اللي قبل كان دائرة صفراء بنحط لا، الاخضر كان مثل اللي قبل، قبل كان مربع ازرق بنحط لا. لا لا نعم، لانه كان قبل. لا 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 لا, لا. نعم لا نعم نعم لا نعم لا اوح والله التحس مخي ماني قادر اكمل. نعم لا نعم لا لا نعم 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 لا لا نعم لا والله يا جماعه لحسيت مخ اللعبه. والله صعبه. سمعني سمعني سمعني، بديش اغلط بولا وحده، بديش اغلط بولا وحده. يس نو يس، قديش جبت؟ 19550. حملوا اللعبة يا جماعة، اسم اللعبة شعلة، واكتبوا لي كلكم تحت قديش بتجيبوا من النتيجة، هل أنا لوحدي هيك ولا لا؟ مكتوب الآن أول وحدة 19000. طيب روح على اللعبة التالية يا حبيبي. الذاكرة المكانية سباسيال ميموري، هذه اللعبة تختبر ذاكرتك المكانية، مكانية التي تستخدم لحفظ أماكن الأشياء. هاي من أفضل اللعب ممكن يلعبها بحياتي، أنا كثير بحب هاي الألعاب يا جماعة. تذكر المربعات بس. فكرة لعبة سهلة صراحة، أضغط المربعات ظهرت، هي بس فكرة اللعبة هاي بشكل بساطة، مربع كل شوي بيكبر. والله لعبة سهلة، بس طبعا كل شوي المكعب حيكبر وحيكون فرص أكثر. حنبدأ اللعبة، يلا بسم الله بسم الله يا رب. يلا 3 2 1 جو. طيب ايش الأشكال كانوا؟ اوكي، كبداية جدا سهلة، كبداية سهلة يا محمود، ركز. اوكي كمان سهلة، تعتبر بالنسبة لي سهلة إلى الآن، ما في شيء صعب طبعا، كله سهل. اوكي والله هي يعني كمان ما انا صعبه صراحه كثير. محاوله 3 من 12، صرنا 4 من 12. يلا هيك مربع هون هون وحده هون وحده، لازم دائما تعيد براسك وين كانوا الاماكن، دائما ركز براسك. هلا هي مثلا صار شوي صعبه، ولكن مع لينا كانت هون. شيت، لا يا محمود والله سهله، حرام حرام. طب خلص معلم، ما راح اخرب ثاني مره، نظبط هذول اول لان هذول صعبين، بعدين نحط هذول. طيب ما ادري ليش غلطت الغلطة هذيك، ندمان صراحة، لأنه كانت سهلة نوعا ما. اوكي يلا يلا يا محمود، يلا بعد في 6 محاولات. اوه شيت والله، لو ايش ما اتذكر هاي، او ممكن اتذكرها، والله ما توقعت صراحة تكون مضبوطة 100%. اوكي لا هي سهلة على ما اعتقد. اوكي ما اشبه شيء، هي تقريبا سهلة. بعشق العاب اللي هيك، اللي ما بيعرف انا جدا بعشق هيك العاب. اوكي هون كان في وحده، تخربطت. اوكي جبت العيد، في وحده كانت هون. والله تخربط خلاص، ضعت ضعت. طيب اوكي 2، يا سلام والله ما توقعت صراحه، كان الاماكن جدا بعاد، كل ما يكون الاماكن قريبين كل ما بيكون احسن على اللعبه، فما ادري صراحه ايش بتحسوا. بعد في وحده، بعد في وحده، وين كانت هاي الوحدة؟ والله ما توقعت صراحة، والله يا جماعة. جبت كم؟ جبت نتيجة 33000. واو، أنا يعتبر أعتبره شيء جدا كبير صراحة. 33000 إلى الآن أنا حاليا. بكل الألعاب عم يحسبون. اللعبة الثالثة والرابعة غير متوفرة في النسخة المجانية، اللعبة الخامسة. والله لو إيش ما حادفع لك عليها يا حبيبي، تخيلوا ادفع على اللعبة اللي شو اسمه. حرك إصبعك في الاتجاه الذي تشير إليه الأسماك. أوكي. طبعا انا عم بلعب على الكمبيوتر عشان هيك في ماوس، ف
فانتوا على الجوال تحركوا الاصبع تبعكم على اليمين او على اليسار، حرك اصبعك في الاتجاه الذي تشير اليه الاسماك، اسماك لفوق بحضرك لفوق، اسماك على اليمين بحرك على اليمين، يسار اسماك لفوق. اه حرك اصبعك في الاتجاه الذي تتحرك فيه الاسماك، اوكي تتحرك فيه، هذول الاسماك عم يتحركوا على اليمين، هذول الاسماك عم يتحركوا على اليسار، يمين تحت. اه كده خربط، هذا الاخضر لفوق، ضيعت يا جماعه ضيعت والله، نلحس مخي. الاخضر منتبع راس السمكه، الاصفر منتبع حركه السمكه. يلا راس السمكه لهون، راس السمكه لهون، راس السمكه تحت، يمين اوكي، هذول رايحين يمين، هذول رايحين يسار، هذول رايحين يمين، هذول طالعين لفوق، اوكي نازلين لتحت. كنت حخربت على لحظه بدي تركيز اللعبه هي نوعا ما. اوكي هذول طالعين لفوق، هذول رايحين يمين، هذول نازلين لتحت، هذول رايحين لا ايوه عدلت على اخر لحظه. يلا 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 لا اصبر نسيت ايش بدي اعمل، والله نسيت. رايحين يمين رايحين يمين رايحين يمين، الى الان سهله بس شوي التركيز عم يضيع لانه بين الاثنين، مخي ما عم بيحاول يستوعب ان هذول 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 هذول. تحت تحت يمين فوق يسار، تحت تحت يمين فوق يسار، تحت 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 يسار يمين تحت يسار. يا قرب يخلص الوقت، لا قرب يخلص الوقت. اوه قديش جبت؟ 29700. والله ماني راضي صراحه ما ادري ليش. ما علينا يا جماعه ما علينا، احسنت لقد انهيت التمرين اليوم، حلو يعني. طيب نحط استمرار نشوف ايش بعد فيه. واو لقد تفوقت على النسبه التاليه من المستخدمين في هذه الالعاب، 99%. انا سرعتي كانت بهي 97 بهي 9. انا ليش هي نسختي واطيه؟ بدي 100 انا، ما حبيبي بدي 100 انا. اوه خلصنا السبت، لسه في جمعه خميس رح ارجع عيد. ايش الوضع هذا؟ ما بدي النسخه الكامله يا حبيبي، ما بدي النسخه الكامله يا عيوني انت، رجعني حط الاستمرار. العاب اخرى، اوه ما يمدي العب هذا المقفل، النسخه المجانيه تسمح لك باعاده العاب تمرين اليوم فقط. لا يا حبيبي عندنا العاب كثير كان لازم اشتريها، ما راح اشتريها طبعا، بس راح احاول ارجع العب هي. افضل نتيجه 33050 كانت، راح ارجع عيدها 33050. يلا بسم الله 2 1 جو. ليش بدات الصعوبه هيك؟ هي والله انا ماني راضي الصراحه، الصعوبه بدات صعبه من اوله، غش. اوكي الى الان سهله، نايس الى الان سهله. انا هون حضيع تقريبا، انا هون حضيع، انا هون حضيع. تخربطت بالاماكن يا الله، انا هون ضعت يا جماعه، انا ضعت ضعت حرفيا. كان هون يا الله، مربع متبقي ما ادري وينه، ما ادري وينه صراحه، ضعت انا بس ضيع خلاص. طيب 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 هاي لازم اجيبها، هاي هاي سهله صراحه يا محمود، هاي بتكون غبي اذا ما جبتها هيك. وهون نايس نايس نايس. طيب بلش لي المرحله صعبه من اول، انا زعلان جدا زعلان. ضيعنا واحده من هون وهون وهون وهون. هاي اللعبة بترفع الضغط يا حبيبي. طيب يلا معلش معلش والله حعيدة، ما لي شغل يا جماعة حعيدة. بلش لي صعب من اول لانه انا بدي ادخل جو اللعبة يا حبيبي، لازم لازم تخفف لي شوي علي. كانت فوق كانت فوق. طيب ما علينا ما علينا، هاي بكون حمار اذا بخربط فيها. اوكي ما حدا سمع شيء ولا حدا شاف شيء. واخيرا جبت وحده، اوه جدا سهله، راح اعبي هاي بالاول من كثر ما هي سهله. وين كانت الاخيره؟ لا يا محمود لا، وين كانت؟ اوه ضغطتها خلاص، معلش يا جماعه والله اسف. طيب لا يا شيخ مش كل عارف مكانها، قد ايش جبت انا؟ كنت 32050 34900. لسه ماني راضي لسه ماني راضي، هاي اخر مره حلعبها، لسه ماني راضي صراحه، هاي اخر مره حلعبها وخلاص يعني بوعدكم خلاص. لازم اجيب اعلى من هيك، لازم اجيب اعلى من هيك، ما عندي استسلام ابدا. لا والله ضغطت هون، والله ايدي زحطت يا جماعه، والله عارفها حلفت لكم، والله عارفها، بس هذا السرعه اللي بتصير حطيت ايدي. يا الله كان بجيب هي كمان، ما علينا ما علينا. اوكي هي الزاوية هون والزاوية نعملها هيك، نايس. لازم 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 اجيبها،
الزاوية هون ما رح ألعب بالزاوية، رح أعمل مثل قبل الزاوية كانت نايس. اوكي زاوية نقطة هون هون، اوكي على ما اعتقد تقريبا عرفت لهاي، بس نسيت هون ايش منها. لا 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 خربطنا كتير. يس يلا بعد في 6 محاولات. اوكي يس 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 والله شي حلو لما يطلع الصح الاخضر. ايش هاد؟ كانت هون كانت هون، يا الله يا جماعة والله يا حرام كانت هون. طيب اوكي سهلة هاي جدا سهلة، هاي كانت هون وحدة، هون وحدة فراغ، هون وحدة، هون وحدة. بالعكس كانت، يا الله وحدة فراغ، اثنين وحدة فراغ. خلاص انا بس اضيع اضيع، خلاص قلت لكم انا ما حجيب 32000 اصلا. بعد في وحدة اوكي خلاص انا فصلت 34000 صرت. واو انا جبت اعلى من قبل. جبت اعلى من قبل 37000 37000 والله شيء يعتبر جدا رهيب. اوكي يا جماعة فخلاص يعني اعتقد رح اوقف المقطع هون لان اذا حكمل ما حخلص لبكره. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات عن هاي اللعبة الرهيبة، وبس يعني هذا كان كل شيء بالنسبة لهذا المقطع. كان معكم محمود من قناة ممكالو، اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. لا تنسوا تضغط لايك اذا ما كنت ضاغط، وتشترك بالقناة اذا ما كنت تشترك. طبعا ما هو اجباري الاشتراك وما هو اجباري ابدا ضغط زر اللايك. اذا ما عجبك المقطع اضغط ديسلايك او لا تضغط شيء، يعني بكون وفرت. بس كان معكم محمود، مع السلامة.